لا يمكن أن تحقق لك نجاحا تربويا، وأنا مسؤول على هذا الكلام، لأنه لا يمكنك بحال أن تربي ولد اليوم إلا وفي ذهنك نموذج تربوي عن ولد الأمس. ما تقدرش كاري تقول له قريت تربية يقول لك ما قريتش. كيفاش تربي؟ أنا ربي على ما يعرفوش الناس ربي ونعرف الربي. هو كي يقول لك نعرف الربي وش معناه؟ معناه في كل حركة، في كل سكون، في كل تصرف، في كل سلوك مع وليده، وش راهو يدير؟ منين هو يجيب؟ ماهوش يجيب من علم، ماهوش يجيب من نظريات، ماهوش يجيب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما قراش. طيب منين هو يجيب؟ من كاش واحد شافه ربا مقبل، بالك ويربي كما ربى باباه الله يرحمه، بالك ويربي كما سمع على جده حكوا له عليه كيفاش كان يربي، بالك شاف واحد عمه، بالك شاف واحد الأستاذ يربي. هذيك الصور هذيك حفظت في ذهنه كنموذج عن التربية، جاء هو يدير التربية يلقى روحه يطبق في هذاك النموذج. طيب السؤال، هذاك النموذج صحيح ولا خطأ؟ لا أحد يدري. هذاك النموذج على هدي النبي ولا على غير هدي النبي؟ لا أحد يدري. هذاك النموذج يوصل للنتيجة ولا ما يوصلش للنتيجة؟ لا أحد يدري. طيب هذاك النموذج هذاك لك تطبق فيه انت في مصلحة الطفل ولا يضر بالطفل؟ لا أحد يدري. طيب هذاك النموذج لك تطبقه انت حتى لو صالح مع طفل البارح هل يصلح مع طفل اليوم؟ لا أحد يدري، لا أحد يدري. في الغالب نحن الآن نربي كما ربى أجيالنا بالأمس. طيب قل لي، وهل أنت كمختص تعيب تربية أجدادنا بالأمس؟ لا أبدا، أنا أدعم وأثمن وأعزز ما قام به أجدادنا بالأمس. تقول لي هل أجدادنا نموذج في التربية؟ ما نحن نتبع فيهم، إذن أين المشكلة؟ نقول لك أجدادنا عرفوا يربيهم لكنهم ليسوا نموذجا تربويا ولا يمكن أن يكونوا أبدا. عرفوا يربيهم لأنه وصلوا لزوج حوايج. أجدادنا عرفوا يربيهم لأنه حققوا الهدف وحافظوا على القيم، لأن النجاح هو وش هو النجاح؟ أن تحقق هدفك وأن تحافظ على قيمك. حققوا هدفهم وأذلوا أقوى قوة استعمارية في ذلك الوقت، فرنسا خرجوها مذلولة محبطة راسها في الأرض، مسحوا بكرامة على قيمهم. وخرجت فرنسا من هذا البلد وهي بعد 132 سنة شافت بلي ما دارت والو. 132 سنة هذا الشعب دخلت لقاته مسلم، خرجت خلاته مسلم. 132 سنة واش هدمت مساجد؟ واش منعت مدارس؟ واش جهلت ناس؟ في نالمون كي خرجت لقات هذا الشعب مازال مسلم ومازال محافظ على الدين ديالو والقيم ديالو. فأجيالنا بالأمس ربوا أحسن تربية. طيب علاش ما يكونوش نموذج؟ لأن الظروف اللي عاشوا فيها ما خلاتهمش يتعلموا. فرنسا ربما كانت تسمح لهم أن يحفظوا القرآن، لكن تفسير القرآن لا لا، سنة النبوية لا لا، لأنه مفسر للقرآن. أقرأ القرآن على روحك لكن ما تفهموش. فمنعت عليهم العلم، حاولت أن تطمس الهوية، حاولت تبعد بينهم وبين المنبع الصافي اللي كنا نتكلم عليه وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هي لم تنجح وخرجت تجر أثواب الهزيمة. لكن لا يمكن لأجدادنا وأسلافنا أن يكونوا نموذجا تربويا. النموذج إخواني الكرام هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو النموذج في التربية. لذلك ربي عز وجل في القرآن الكريم تكلم على الأنبياء فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم، واجدر اقتده فبهداهم. لكن لما تكلم على النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة، وش قال؟ أسوة أو إسوة حسنة. في الأنبياء تكلم على هدى الأنبياء قال لك بهداهم اقتدي، لكن في النبي عليه الصلاة والسلام تكلم على شخص النبي فقال لقد كان لكم في رسول الله، ماشي في هدى، فيه في شخصه أسوة ماشي قدوة. فالقدوة هي قدوة
مقيدة بالزمان والمكان. فجدك انت الله يرحمه كان قدوة، لكن قدوة في هذاك الزمان وفي هذاك المكان، ما يقدرش اليوم يكون قدوة لأنه تغير الزمان وتغير المكان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، والأسوة لا يقيدها زمان ولا مكان، فهو أسوة في كل شيء. أسوة ليك في صلاتك، أنت الآن تصلي كما صلى، أسوة ليك في عبادتك، أنت تعبد كما عبد الله، أسوة لك في ذكرك فأنت تذكر وتحاول أن تذكر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوة لك في تربيته لأولاده. أما أجدادنا وآبائنا كانوا قدوة مقيدة بالزمان والمكان، نجحوا في هذاك الوقت ماشي لازم نجحوا لكان نتبعهم اليوم، لذلك هما نجحوا لكن ليسوا نموذجا يقتدى في زماننا هذا. لذلك لأن الله يعلم من خلق، ربي يعلم البشر، يعرفنا ويعلم كل شيء عنا، لأنه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فإن الله تبارك وتعالى لم يتركنا بلا رسل. كان قادر ينزل، ينزل علينا الكتاب ويقولنا هاو الكتاب عبد ربي، احنا واش نقولوا له؟ نقولوا له بصح كيفاش نعبد ربي بالكتاب هذا؟ هذا الكتاب مثالي بزاف، هو ما نقدروش نطبقه، صعيب، شغل كلام مليح بصح ما يقدرش يولي واقع، لانه علاش؟ ما عندناش النموذج. فكان كل ما ينزل كتاب يجي معه رسول، هاو النموذج او الموديل اللي طبق الكتاب. شفتوا لما سئلت عائشة جاوبت على النموذج، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش جاوبت، قالت كان قرآنا يمشي، موديل نموذج، تحبوا تتبعوه تبعوه. هذا القرآن اللي هو نظري حوله إلى جسد يمشي على الأرض، واضح؟ جيد. سيماته، دوكا ندخل في الموضوع ديالنا، هذه مقدمة مهمة كان لابد منها. سيمات تربية النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام احنا دوكا راح نختصر المسافات، وهذا النماذج اللي في راسنا تاع والدينا نخليوها جانبا، خلينا نوليو للمنبع الصافي. كيفاش كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي؟ نروح نقتبسوا مباشرة منه. الآن الكتب موجودة يا جماعة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، علاش انا نروح نتبع جدي الله يرحمه كيفاش ربع مومي في هذيك الظروف البيئية اللي كان عايش فيها وما قراش ومسكين؟ هو لو كان وحي يقول غير ما تتبعني شي وليدي، انا كنت غير هكذاك بك نطبع، بسلك ربي بك. فاحنا نقول اليوم احنا بحاجة الى الرجوع الى المنبع الصافي. اول سمة من سمات التربية النبوية، اسمع مليح، السبع سنوات الاولى. اول واحد في التاريخ البشري تكلم على سبع سنين الاولى، وعلى خطورة سبع سنين الاولى، وعلى أهمية سبع سنين الأولى، هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء بعد قرون جاء علم النفس يتكلم على سبع سنين الأولى وخطورتها. قال لك سبع سنين الأولى 95% من شخصية الإنسان تتشكل في السبع سنين الأولى. شحال بقى من 95؟ خمسة. والخمسة هذه كيف حكايتها؟ قال لك هذه الخمسة يقعد يشكل فيها حتى نهار يموت، هذه الخمسة يقعد يبريكولي حتى يموت، بصح 95 تكون تخدمت في السبع سنين الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يتكلم على سبع سنوات. أعظم شيء في الدين، أعظم قيمة، أعظم عبادة، أول ما يسأل العبد عليه يوم القيامة الصلاة، قال علموا أبناءكم الصلاة وهم صغارا. هكذا قال، هكذا قال، لا لا حدد، ما خلكش تجتهد وحدك. قال علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، والعدد مقصود ما دام ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام. كان قادر يقولنا علموهم صغار بيخلينا احنا نضبر يصنع، واحد يعلم عامين واحد يعلم ثلاث سنين. قال لك وهم أبناء سبع. وش سر السبع سنوات يا رسول الله؟ وش سر فيها؟ علاش أبناء سبع؟ لمن علمهم ستة؟ دوك انت الدولة الجزائرية قالت لك الدراري يدخلوا ست سنين المدرسة، انت تقول ما نقدرش ندخلوا خمس سنين، ربحوا عام ديروغاسيو معرفة جليل الأكاديمي، ندخل وليدي خمس سنين. انت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك علموا صلاة سبعة، تقول ما نقدرش ست سنين، تروح تشوف معرفة مع الشيخ بلال قول نقدر نعلموا ست سنين، وش رايك؟ قال لك سبع سنوات. طيب يا رسول الله لو كان يجي يصلي معانا، انت تكون تصلي في الدار وليدك ثلاث سنين يجي يصلي معك، خليه هو شايفها لعبة، شايف أب شايف باباه يدير حركات عجبوا الحال جاي يدير معك الحركات ويقلد فيك، خليه. طيب تقول لي صلى بلوضو، خليه، وصلى ودير لاكوش خليه، وصلى وقاعد يلعب خليه، وصلى ويضحك في الصلاة خليه.
هو شايفها متعة. بالعكس انت كي كنت 3 سنين يدور بيك وانت تصلي، بعض الناس راهو يصلي وتجاوب بدا يتخلق او ديجا ما خلانيش نصلي وبدا يتعمق، ومن بعد هو تحية الله زكية الله السلام سلام روحنا على ما خلتنيش نصلي يبدا يضربه. السؤال وين ضربته؟ وين ضربية الصلاه؟ في مكان الصلاه، ما زلت في مصلاك ضربته بكيته في فوق ضربية الصلاه صح، وضربته بعد فعل الصلاه، عقله راح يحفظ التجربه، ادى الالم وتالم بعد فعل الصلاه وفي مكان الصلاه، وعاودتها 2-3-4 مرات يكبر تقول له روح تصلي، غير يوقف في هذيك البلاصه يتقلق. علاش يتقلق؟ شحال الضغط رايح هنا، عقله يجيب له التجربه ويحفظ التجربه هذيك اللي ماشي مليح. فلذلك يكون صغير يلعب قدامك ويتحرك انت ما امرتوش، انت جيت تصلي جا هو يدور بك، لازم انت غير تحيه الله زكيت السلام عليكم ورحمه الله السلام احكمه اروح يا وليدي، عنقه وسلم عليه وقل له شحال تحبه، حصل على الحب ودى العناق ودى الحنانه ودى الرحمه وين؟ فوق المكان تاع الصلاه وبعد فعل الصلاه. فهو الان الرساله اللي وصلته، الرساله اللي وصلته بابا يكون زعفان، يكون مقلق، يكون متوتر، يجي من الخدمه تعبان، غير يصلي يتبدل كاع مزاجه، بابا يولي حنين يولي يحبنا ويبوسنا ويسلم علينا، والولاد بعد يوالفوك تولي غير انت تجي الله اكبر يجو كامل قدامك سلام سلام يديروا لاشان، هاي شكون يسلم اللي عليه الاول ويجوا يسعنقوك ويسلموا عليك، احتفال بعد كل صلاه. فهنا باش ارتبطت الصلاه بالمتعه، ارتبطت الصلاه باللذه، ارتبطت الصلاه بالحب. النبي عليه الصلاه والسلام قال علموا ابناءكم الصلاه وهم ابناء 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10 صح 7-10 شحال كاين 3 سنين على بالك، من 7 سنين حتى 10 سنين شحال مارس الصلاه من مره؟ شحال من 21 مره جازت عليه؟ حسبتها مرة 3745 هكذاك، شحال من عادة سلوكية تكونت؟ يعني لو كان يوصل 10 سنين ما يصليش، ماشي هو اللي نضربه، روح انت نضربك لأنه ما خدمتش خدمتك 7 سنين، انت من 7 سنين 10 سنين 3 سنين ما خدمتش خدمتك. لذلك في فتاوى ابن تيمية جابوا له واحد 17 سنة ما يصليش باش يعذروا، قال لهم روحوا جيبوا باباه، جا باباه قالوا علمته الصلاة لـ7؟ قالوا لا لا كنت مسافر غايب ما علمتوش، قالوا هذا اللي عزروه ديروه في الحبس هذا اللي تضربوه مشي وليده، لأنه لو كان علمه في 7 يوصل 10 سنين يصلي، نفسيا علميا عقليا منطقيا لو كان تبدأ تخدم لكن تخدم طريقة صحيحة كما كنا نقوله، مشي تخدم تكره له الصلاة، تخدم وانت تحبب له الصلاة، تربطها له بمتعة، تربطها له بلذة. السبع سنوات اليوم البلدان المتقدمة كفنلندا مثلا ألمانيا مثلا تمنع أن يكتب الطفل الصغير وأن يتعلم الحروف ويشد ستيله قبل 7 سنين، رامي عودي يقولوا الهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه احنا كي نشوفوا بلي الصلاة هي أعظم قيمة، قال لك علمه 7 سنين يعني أصلا تحت 7 سنين وش نديروا له؟ خليه يلعب، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، طفل صغير وش حبيته حتى لو كان نبي يرتع ويلعب لأنه وقت اللعب دياله. طيب هل الآن هل الصلاة أولى ولا كتابة الحروف؟ هل الصلاة أولى ولا الألفابي بالفرنسي؟ هل الصلاة أولى ولا أنه يحفظ الأدعية أولى؟ تقول لي الصلاة أولى، ما دام الصلاة في 7 سنين فمن باب أولى أنه كل هذه التعلمات تكون من بعد 7 سنين، وهكذا يتمشي الآن البلدان المتقدمة، داروا تصويرة على راديو تاع أطفال، زوج أولاد، أطفال في الروضة في الحضانة، في الروضة مازال ما وصل 7 سنين، وطفل واحد آخر أو يقرأ 7 سنين، داروا تصويرة تاع اليد وتصويرة تاع اليد تاع طفل آخر، والله الطفل اللي مازال ما وصلش اللي في الروضة اليد ديالو الأعصاب ديالو مازال ما اكتملتش، مازال ما نماتش، والكتابة تعرض بعض مناطق الدماغ إلى الخطر. كان مناطق في الدماغ، خلايا في الدماغ تتأثر لو كان يستخدم اليد دياله بهذه الحركات الدقيقة ويحرك الأعصاب دياله باش يكتب الحروف ويسقمها قبل 7 سنين تتأثر.
روح انت تجري معرفة قل ندخل وليدي 5 سنين انت في بالك كلابح 7 سنوات الأولى كان عندها قيمة جدا كبيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت نظرية علم النفس ولات تؤرخ لهذا العمر. دائما كي يحكوا الطفولة المبكرة تقول وش معنى الطفولة المبكرة؟ قل قبل 7 سنوات والمتوسطة بعد 7 سنوات. 7 سنوات ولا الضابط. أول واحد تكلم على 7 سنين هو النبي عليه الصلاة والسلام. كل نظريات علم النفس القديمة الكلاسيكية الجديدة تحكي على 6-7 سنين. هذه السمة الأولى أن التربية النبوية احترمت مراحل نمو الطفل. احترمت مراحل نمو الطفل. 1-2 التربية النبوية علمتنا أن نربي بوعي مش بمزاج. احنا احيانا الاب يكون يعني عيان تعبان المورال ما هوش مليح المورال ديالو ما هوش مليح رحمك الله شيخ. فلما المورال ما يكونش مليح واش يقولوا لولادو؟ يقول لا لا ابي نروحوا نلعبوا علاه ما تلعبوش وخلاص او ابي نروحوا نشلو لاكريم ما تشوش لاكريم بصح مازالت سخانه او البرد ابي خرجنا يروحوا فطيوني ما خرجكمش. ومن بعد اي واحد يتحرك يضربه تقول علاش ضربته هنا؟ يقول لك اناني مقلق. اسمع ماشي هو اللي دار مشكل انت باك لك مقلق. هذه هي التربيه تاعنا على حسب الاحوال الجويه اللي في راسنا. نهار يكون المورال مليح يا وليدي دير واش تحب؟ يقول لك روح برا روح روح الله يسهل روح لعب مع اصحابي روح نشري لاكريم شري لي زيسكيمو كاع. بصح نهار يكون مزاجنا ماشي مليح كل شيء ممنوع يولي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك التربيه ماشي بالمزاج تربية بالوعي. يمر النبي عليه الصلاة والسلام يلقى الحسن بن علي رضي الله عنه. الحسن كان يمشي طفل صغير في الطريق لقى تمرة طايحة في الأرض رفد هذه التمرة جاي يأكلها. النبي عليه الصلاة والسلام نحاله هذه التمرة من فمه نحاها له قال له كخ إنها لا تحل لنا إنها من تمر الصدقة. الحسن شحال كان في عمره؟ 4 سنين. طيب قولوا لي حاجة 4 سنين في عمره طفل 4 سنين يقدر يفهم مسألة فقهية كما هذه كبيرة عليه والله غير كبيرة بأن آل البيت لا تحل لهم الصدقة وبأن هذه التمرة اللي كان طايحة في الأرض كان تمر الصدقة كي كانوا يدوا الماليح طاحت في الأرض. فإحنا آل البيت وش معناتها آل البيت وش معناتها تمر الصدقة؟ 4 سنين والله ما يقدر يفهمها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حبيب بعث لنا واحد الميساج تربوي رسالة تربوية ماشي مهم وليدك يفهم واش قلت له. المهم يفهم بلي هو انسان محترم وبلي انت ما قلتلوش لا لا نفحه قلت له لا لا خوفا عليه قلت له لا لا لان وعيك التربوي يقول لا لا ماشي مزاجك اللي قال لك لا لا ماشي اليوم راك قصته وتقول له دير واش تحب غدوه كل شيء ممنوع. فالطفل ما يوليش يتبع تربيه قائمه على اسس ومبادئ. الطفل يولي يتبع نعيم عمير شلون نعيم عمير اللي تقول احوال جويه بكري يولي يتبع الاحوال الجويه. أحوال الجوية مليحة ما أنتها اليوم بابا ومليح. أحوال الجوية راهي مغيمة ما أنتها اليوم كل حاجة ممنوعة. التربية لها أسس ومبادئ. حاجة اللي ممنوعة اليوم ممنوعة غدوة. ماشي مزاجك اللي يبدلها ماشي فرحتك اللي تبدل كل شيء وترد الحلال وترد الحرام حلال ولا ترد الحلال حرام لما مزاجك يكون معكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهم شيء حب يوصله لنا بأنه هذا الطفل 4 سنين ما فهمش المسألة الفقهية اللي قلتها له لكن هذا الطفل فهم بلي التربية لا تقوم على المزاج. وانا عطيت له التبرير قلت له علاش قلت له لا لا كان قادر يقول له كخ كما نديرو حنا كخ وتنحيها له تزيد له ضربة لفمه هكذا وكيسي يفهم قل له ما تفهمش قلت لك كخ كخ ارمي ارمي تحوش تفهم لا لا بصح علاش علاش دوك انت تقول لي علاش قلت صبعي. النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين قال له علاش نحاله من فمه افهمها الله يبارك ما فهمهاش على الأقل فهم باللي هو إنسان وأنا احترمت هذا الإنسان ويجي نهار ونفهم وش قلت له اليوم. فحاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع هذا المبدأ في التربية أن التربية تقوم على وعي وعلى أسس معروفة ومعلومة لدى المربي ولا تكون أبدا على مزاج المربي. وهذه نقطة في غاية الأهمية. السمة الثالثة
من سمات التربية النبوية. تواضع المربي. كان بعض الآباء اليوم والأمهات حتى يقول لك أنا أولادي ما نحبش يبصروني، علاش؟ باش يبقاو يخافوني. شكون قالك بلي التربية لازم يخافوك؟ غول أنت، وحش أنت، أب أنت، أنت أم. تقولك لا الطفل لازم يخاف. لازم يخاف منين جبناها هذه يا جماعة؟ من أين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كاش مرة قال بلي خوفوا أولادكم، رعبوهم، هدوهم، ديلهم إرهاب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الأمان والسلام، وكان يمر كما في حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الغلمان، دلالي صار يلعبوا بالون برا ولا يلعبوا مش عارف أنا وشنو، يمر النبي عليه فيسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله. هذه سنة، هذه احنا نمر عليهم شجع نسلموا على الكبار، وأحيانا ربما يسلم عليك أكتعرف بحث الصورة إلا عندك الحياة يسلم عليك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يمر على أطفال صغار يلعبون في الطريق فيقول السلام، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم معها، ما يقول هاني مشغول، ما يقول ها خليني راح الحال عليا، ما يقول ها وشك الديري راح تلعب على روحك. تأخذ بيده فوالله كما حدث الراوي قال لا يترك يدها حتى تتركه. كي تقضي شغلها وتوري له شوف يا رسول الله أنا نلعبوا بيتا، هذه صاحبتي تلعب معايا، شوف يا رسول الله وش بنينا، شوف وش درنا، هو شد ميدها لأنه هي شداته حتى تطلقه، كي تطلقه بشي راح. ويهتم النبي عليه الصلاة والسلام على انشغالاته وعلى مسؤولياته، ينزل إلى مستوى أبي عمير اللي كان يلعب هذاك العصفور، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي يسأله كل مرة يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ هم ليه الزوش ديالك العصفور ديالك هذاك، هم ليه اكتلى فيه شوية اكتطيله الميلونج البراقة اكتلى فيه. فيهتم بهذاك الطفل، هذاك الطفل صغير وليده ماشي وليده، وليد واحد من الصحابة، والنبي يهتم بما يهتم به ذلك الطفل الصغير. احنا اليوم في التربية وش رانا نديرو؟ رانا نوقف احنا كمربين في قصورنا العالية الفوق ونشوف أولادنا لتحت يتمرغوا في الوحل، قل ما يطلعوا طلعوا النيفو. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل إلى مستواهم ويشد بيديهم ويطلع معاهم، احنا نوقفوا الفوق ونقول لهم اطلعوا، والله ما يقدروا يطلعوا رجليهم مغروسين في الوحل. نحن نعيش فيما ينبغي أن يكون وهم راهم عايشين فيما هو كائن. لازم تحط رجليك وين راهم رجليه هو، وتأخذ بيده وترتقي معه من باب أولى. كن فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله أنصره مظلوما، هذه بينا، فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تأخذ بيده وتبعده عن الظلم وتنأ به عن الظلم. فأنت من باب أولى أنصر ولدك ظالما أو مظلوما. أوقف مع وليدك ظالم ولا مظلوم؟ تقول لي كيفاش نوقف معه ظالم؟ أن تنزل إلى مكانه وتأخذ بيده وتمنعه من الظلم، سواء كان ظالم نفسه أو ظالم الآخرين. لكن أنك توقف الفوق وتقول له ها يطلع صعب جدا. نحن نريد من أبنائنا أن يبدأوا من حيث انتهينا فوق، احنا وصلنا الفوق، جزنا كاع المراحل باش وصلنا الفوق، احنا حابينهم يبدأوا من الفوق. لا، هو يبدأ من تحت ويطيح كما طحت انت، ويتعلم كما تعلمت انت، ويرتقي مرة ويطيح مرة، ولو كان ما يطيحش ما يعرفش ينوض. اللي عمره ما طح كيفاش يعرف ينوض؟ واللي عمره ما هوات به الأرض كيفاش يعرف يعاود يرفض روحه ويقوم؟ واللي عمره ما تغبر كيفاش يعرف يعود يمسح روحه وينوض ويكمل؟ فلا بد للطفل أن يعيش مراحل نموه، ولا بد للمربي أن ينزل ويتواضع للطفل. وكي تدخل دارك عندك أولاد صغار عمرك أنت ما يوليش عمرك أنت 40 و50 و60 سنة، عندك أولاد صغار شحال صغير فيهم؟ تقول لي صغير فيهم 5 سنين. إذا كي تدخل دار جيت تلعب مع أولادك أنت في عمرك 5 سنين. السمة الرابعة من سمات التربية النبوية، السمة الرابعة مهمة جدا وخطيرة أيضا،
وهي الأولوية الأولى للطفل، المصلحة الفضلى للطفل، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في موقف واحد، موقف واحد لكن موقف له أثر عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يخطب الجمعة فوق المنبر، خطبة الجمعة، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قليلة صغيرة وفيها جوامع الكلم، كلام قليل لكن يهز قلب من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكان يخطب الجمعة أطره، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك قلبه لم عليه يغزلك شغل، فهب لك صلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، حركته فطرته وعاطفته، فأوقف خطبة الجمعة وحبس وانزل وراح قدام الناس ارفدهم، قبلهما وقال لك في الرواية وشمهما، يسلم عليهم يشمهم. شفت انت كي تحب تشم رقبة وليدك يكون شوية هذيك الريحة تاع لبيبي هذيك ما تقاش ديال الضفرة. فقبلهما وشمهما ثم ارتقى بهما إلى المنبر فأجلسهما على المنبر وقال هذان سيدا شباب أهل الجنة، ثم أكمل الخطبة. خطبة الجمعة توقف يا جماعة، وانت التليفون ديالك كي تكون تهضر ما يتوقفش، كي يجي وليدك يهضر معك، وانت التلفزيون كي تكون تشوف فيه ويجي وليدك يقول لك أبي نحتاجك ما يتوقفش، ما تقدرش تطفيه وتشوف وليدك وش يحتاج. خطبة الجمعة في عيد المسلمين وهو الإمام وهو الخطيب وقفها على جل أولاده، وانت ما تقدرش توقف شوية شغالاتك على جل أولادك، ما تقدرش تحبس القهوة اللي تقعد فيها كل يوم ساعتين على جل أولادك، ما تقدرش تقول أولادي أولى بي، أنا تزوجت وجبت أولاد وشاني ندير برا، وشاني قاعد ندير برا سهران برا 12 تاع الليل أولادي وراهم، خليت لهم تليفون خليت لهم تلفزيون، والأمانة اللي استأمني ربي والمكان اللي حطني فيه ربي حارس عليه، والثغرة هذه الكبيرة عقيدة أولادي دينهم قيمهم هويتهم، شكون اللي يوقف قرداف ويعس تما؟ شكون إذا أنا غايب والأم راهي مع شغالاتها وفي المطبخ وراهي مع دوزانها، شكون اللي يوقف مع أولادي؟ ثم أنا وين غايب؟ والله غايب في خدمتك الله يعاونك، لكن قاعد برا وشك تدير برا وانت عندك أولاد؟ واحد عازب قاعد برا صاهر الله يعاونه، واحد مزوج وقاعد برا وما عندوش أولاد الله يعاونه، الله يعاونه على مرته كي تقبضه صار برا. لكن واحد مزوج وعنده أولاد ومخلي أولاده وحدهم، وش راك تدير برا بالله عليك؟ خرجت صليت ربي يبارك فيك ويتقبل صلاتك، غير تصليت رجع للدار، لأنه في ترتيب الأولويات عندك الله واحد كي ينادي المنادي يتوقف كل شيء، عندك النبي عليه الصلاة والسلام تنين، عندك ثلاثة نفسك كمربي، وعندك الأمانة اللي استرعاك ربي عز وجل أولادك. لا يجي قبله صاحبك، لا يجي قبله حبيبك، لا تقول لي حومتي، لا تقول لي جيراني، كل شيء يحبس. إذا خطبة الجمعة يوقفها النبي عليه الصلاة والسلام وينزل لأولاده، ماشي لأنه محتاجوه، لأنه هو برحب يسلم عليهم هكذا. فالرسالة اللي لازم توصلنا هنا أن أولادك أولوية أولى ومصلحة فضلة. تقول لي بصحنا لو كان نشوفوا لأولادنا ها الشيخ نقولوا ما نخرجوش من الدار، ولو كان نشوفوا شحال يحبوا يلعبوا ما يعياوش، ولو كان تلعب معاهم ساعة يطلبوا ساعتين ما يشبعوش، والله من حقهم. إذا ربي نعب ما عليهم بأب فمن حقهم، كاين بزاف اللي يشتاقوا أب يلعبوا معاه، كاين اللي يتامى ربي ما رزقهمش بأب باباهم توفى صح كاش لي يمسح على راسهم. أما أنت أولادك عندهم أب، عيب أن أولادك عندهم أب ويعيشوا كأنهم بلا أب، عيب عليك وذنب عليك وحرام عليك أنه تعيشهم كأنهم أيتام. كاين اللي والله ما يشوف أولاده إلا مرة في السمانة ولا مرتين، الصباح يخرج بكري للخدمة وفي الليل كي يجي من الخدمة يعيط لمرته واش رقدوا، تقول أنا ما نحملش أنا العياط ديالهم، كي رقدوا عيطيني ندخل الدار، حتى تقول لهم رقدوا الأولاد باش يدخل الدار، يشوفهم بالجمعة ولا بالسبت هما مشتاقين يشوفوا بابا. أنا أفهموا ظروفك، ربما الواحد في هذا الزمان يحتاج زوج خدمات، ربما يحتاج يخدم الليل والنهار باش يكسب القوت، ربما يحتاج يروح يخدم بعيد
أنا لا أتكلم عن أصحاب الظروف الخاصة، أنا أتكلم عمن يضيع وقته يتسكع في الشوارع وأولاده في ذلك الوقت من قناة إلى قناة ومن موقع إلى موقع. تيقدر أولادك ما يخسروش فقط الأوقات جلسوها معك، يقدروا يخسروا دينهم. يحكي لي واحد غاب 18 سنة لأولاده، راح يخدم باش يدير لهم التاويل أكيد، راح يخدم في الخارج، قال لك الوضعية ديالي ماشي مليحة، وراح ربي يعاونه على كل حال. عاود رجع، كي عاود رجع لقى واحد من أولاده خارج الطريق نهائيا، كي مسعى معاه والو، يا وليدي نزوجك، يا وليدي نشيلك دار، يا وليدي حبس الهمادة على المخدرات، يا وليدي. قالوا أصلا أنت بابا أنت؟ قالوا بيان سور أنا باباك. قالوا ما نعرفكش. قالوا أنا نعرف هذه اللي ربتني. قالوا الدراهم اللي كانوا يجوك كيفاش عشتوا أنتوما؟ قالوا شنو قال لك أنا كنت نحتاج دراهم؟ أنا كي كنت صايمك شنو نحتاج دراهم؟ كنت نحتاج كي نعيط بابا كيما يعيطوا ولاد حومتي بابا لقاك. حتى واش كنت نحتاج؟ فشوف الندم اللي يعقب أحيانا مثل هذه التصرفات التي لا نحسب لها حسابا ثم يعقبها الندم. من سمات التربية النبوية إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني شخصية الطفل، شخصية الطفل يبنيها، يبنيها بماذا؟ أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي الأطفال ويكنيهم. عبوك شمالة التكنية؟ هو طفل صغير، طفل صغير سيعيط له أبو فلان، زعما هذا الطفل هذا واسمه اسمه صفيان، هو يعيط له أبا محمد، على أبا محمد، يعني كأنك أنت كبرت وتزوجت وجبت طفل واسمه محمد. وهذا فيه تفاؤل بالمستقبل، وفيه نظرة إيجابية يغرسها عند هذا الطفل باللي أنت راح تكبر وتدير الدار وتتزوج بالحلال وتجيب طفل وتسميه محمد.